أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا في جولة الميدان، ونبدأ بأبرز العناوين. قتلى وجرحى في غارات جديدة على دوما بالتزامن مع هجمات برية للنظام على محاور المزارع ومسرابة. الدفعة الأخيرة من مهجري حرستا تتجه إلى الشمال السوري، واتفاق القطاع الأوسط يدخل حيز التنفيذ اليوم. 7 قتلى في انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب، ومطلب أممي بتجنيب 1 مليون طفل بالمحافظة ويلات الحرب. أهلا بكم من جديد، ونبدأ من آخر التطورات والمستجدات في الغوطة الشرقية، حيث أفاد مراسل أورينت نيوز بارتفاع أعداد ضحايا القصف الجوي والمدفعي على مدينة دوما في الساعات 24 الماضية إلى 7 مدنيين. وترافق قصف النظام مع محاولات اقتحام لميليشياته على محوري مسرابة والمزارع. وقال مراسلنا إنه من المتوقع أن يجيب الجانب الروسي اليوم على مقترحات قدمتها اللجنة المدنية لدوما لوقف إطلاق النار، تتضمن عدم تسليم الفصائل لسلاحها وعدم التهجير خارج المدينة. في الأثناء أيضا، قالت مصادر مقربة من لجنة التفاوض الممثلة لفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية إن اتفاقا جرى التوصل إليه مع الجانب الروسي ممثلا بالجنرال ألكسندر زورين، وينص على التزام كافة الأطراف بوقف جميع الأعمال القتالية ابتداء من تاريخ اليوم وبضمانة روسية. وبحسب المصدر، فإن الجانب الروسي سيضمن البدء بإخراج الجرحى والمرضى بشكل فوري إلى مشافي دمشق عن طريق الهلال الأحمر. وتضمن روسيا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين الحالة الإنسانية وتسهيل دخول القوافل الإنسانية إلى المنطقة. كما ينص الاتفاق على خروج من يرغب من المقاتلين وعائلاتهم بأسلحتهم الخفيفة بمرافقة الشرطة العسكرية الروسية انطلاقا من عربين إلى قلعة المضيق بحما، فيما تضمن روسيا عدم ملاحقة من يرغب بالبقاء في الغوطة الشرقية، بالإضافة لنشر شرطة عسكرية روسية في البلدات الخاضعة لسيطرة فيلق الرحمن، وهي عربين وزملكة وعين ترما وحي جوبر. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق. أهلا بك محمد، نبدأ معك بتفاصيل أكثر حول المفاوضات التي يتم الحديث عنها مع الجانب الروسي فيما يخص وقف إطلاق النار في دوما. نعم ميرا، حقيقة هناك لجنة مدنية مؤلفة من عدد من الشخصيات المدنية في مدينة دوما من مثقفين وأطباء، طبعا كلفت من الوجهاء الموجودين في المدينة للتفاوض الجانب الروسي حول مدينة دوما. طبعا كان من المفترض أن يكون هناك جولة مفاوضات اليوم مساء اليوم السبت، ولكن منذ قليل أعلمت اللجنة الموجودة في مدينة دوما عن تأجيل الاجتماع الخاص بالتفاوض إلى وقت لاحق. طبعا بحسب اللجنة أن الجانب الروسي علل ذلك بإنهاء اتفاقية القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، ومع ذلك يعني مع وقف إطلاق نار مستمر في مدينة دوما، ومن ثم سوف يتم استئناف التفاوض بخصوص مدينة دوما والرؤية التي قدمتها اللجنة حول واقع الحل في مدينة دوما. طبعا نفت أي وصول إلى اتفاقية حتى اللحظة، لا سيما مع يعني الأحاديث على وسائل التواصل الاجتماعي عن اتفاقية ضمنية أو غير معلنة في مدينة دوما، نفوا ذلك تماما، ويعني تحدثوا على أن الموضوع حتى اللحظة ما زال قيد التفاوض ما بين هذه اللجنة وما بين الجانب الروسي. طب بالنسبة للاتفاق مع فيلق الرحمن، من المفترض أن يكون قد دخل حيز التنفيذ، فهل هناك أي إطلاق نار في مناطق سيطرة فيلق الرحمن؟ حتى اللحظة ميرا يعني لم يكن هناك أي إطلاق نار أو أي مناوشات مع ميليشيات النظام. طبعا يعني بعد قليل سوف تدخل عدد من الحافلات الهلال الأحمر للبدء بتطبيق الاتفاق الذي أبرم، والذي يبدأ بإخراج جرحى ومرضى من القطاع الأوسط للعلاج في مشافي العاصمة دمشق. طبعا من المفترض بعد قليل أن تدخل تلك الحافلات لتبدأ عملية الإجلاء. هناك طبعا يعني بعض المدنيين وبعض أيضا وجزء كبير من العسكريين يرفضون موضوع التسوية أو موضوع المصالحة أو أي
مسميات من هذه، ويعني فضلوا الخروج من الغوطة الشرقية على البقاء نعم. في طبعا أماكن تسيطر عليها ميليشيات النظام أو حتى الاحتلال الروسي. طيب، يعني في ضوء هذه التفاصيل التي نتحدث عنها وعمليات الاتفاق التي من المفترض أن يتم التوصل إلى نتائج بخصوصها، كيف تبدو المعارك والعمليات البرية على الأرض، وخصوصا بأن هناك أنباء تتحدث عن هجمات برية للنظام في مسرابة والمزارع؟ بالفعل ميرا، حقيقة خلال ليل أمس، ويعني على العلم أن منطقة أو مدينة دوما هي ضمن ما أعلن عنه عن وقف لإطلاق النار في فترة التفاوض ما بين اللجنة المكلفة بالتفاوض وما بين الاحتلال الروسي. طبعا كان هناك محاولات عنيفة جدا على أطراف مدينة دوما، محاولات التقدم إلى المدينة من جهة المزارع، مزارع مدينة دوما وأطراف مدينة مسرابة، أيضا بالنسبة للاشتباكات، وأيضا محاولات ميليشيات النظام من جهة الريحان تقريبا لم تتوقف. وكان هناك قصف على مدينة دوما بالقذائف الصاروخية والهاون بشكل عنيف جدا خلال ليل أمس، مما أدى إلى وقوع جرحى وشهداء. طبعا يعني اليوم الأهالي حتى مع إعلان ميليشيات النظام وحتى أجانب روسيا عن وجود لوقف إطلاق النار، إلا أنهم يعني لا يثقون بهذا الموضوع، خصوصا وأنهم جربوا الاتفاقات السابقة أو التعهدات السابقة التي نصت على وقف إطلاق النار أو حتى على عدم استهداف الأحياء السكنية في الأماكن السكنية في الغوطة الشرقية. طيب، من الضروري أيضا أن نتحدث محمد حول أوضاع المدنيين المتواجدين في الغوطة الشرقية في ضوء خروج أعداد كبيرة منهم إلى خارج الغوطة، وأيضا بالنسبة لمن تبقى في مدنهم وبلداتهم. حقيقة ميرا، يعني أحيانا يتم الترويج على أن أعداد كبيرة جدا من الغوطة الشرقية خرجت، ولكن نوعا ما الأمر غير دقيق إلى هذه الدرجة. هناك بالفعل عائلات خرجت من الغوطة الشرقية، ولكن القسم الأكبر اليوم في الغوطة يفضل البقاء في الغوطة على الرغم من تعرضها للقصف وعلى الرغم من تعرضها لغارات جوية. طب محمد، هل من أرقام واضحة حول أعداد المدنيين الذين خرجوا؟ روسيا تتحدث بأن هناك 95,000 مدني خرج من الغوطة الشرقية في الأيام الأخيرة. حقيقة ميرا، يعني ليس هناك إحصائية دقيقة، لأن هناك يعني معبرين يتم الخروج منهما، المعبر الأول في مدينة دوما من جهة مخيم الوافدين، والمعبر الآخر من جهة القطاع الأوسط، ولكن يعني الرقم مبالغ به كثيرا، لأن حتى القطاع الأوسط هناك كثير من الأهالي بقوا في منازلهم حتى مع دخول ميليشيات النظام إليها، كمدينة حمورية وسقطة وكفر بطنة، كثير من العائلات فضلت البقاء مع دخول ميليشيات النظام خوفا من التهجير القسري من تلك المناطق. طبعا بالنسبة لمدينة دوما، يعني لم يتجاوز العدد حتى اللحظة 3,000 أو 4,000 على حد أكثر الذين خرجوا من الغوطة الشرقية، طبعا معظمهم نساء وأطفال من يخرجوا، لأن الكثير من الشبان اليوم يعني يتخوفون من موضوع اعتقالات، من موضوع السحب إلى التجنيد الإجباري، أو حتى من موضوع تغييب قد تقوم به ميليشيات النظام بحق الشبان أو حتى الأشخاص المسنين أو الكبار في السن. طب محمد، تحدث بأن هناك أعداد من المدنيين فضلوا البقاء في بيوتهم ومنازلهم حتى مع دخول ميليشيات النظام إلى هذه المناطق، هل لديك معلومات حول أوضاعهم في هذه المنطقة؟ حقيقة يعني المعلومات تتوارد ميرا أن ميليشيات النظام في اليوم الأول لم يعني تعتقل أي شخص، ولكن بعد يومين قامت بلم الأوراق الثبوتية لجميع الأشخاص الموجودين، أي البطاقات الشخصية أو أي شيء يدل على شخصية من موجود هناك. اليوم هناك معلومات عن اعتقالات للشبان ممن هم كانوا منشقين أو من الشبان الذين هم في سن الخدمة الإلزامية، يتم طبعا ذلك في مدينة سقبة ومدينة حمورية والمناطق التي دخلت إليها ميليشيات النظام، وبالتالي يعني حتى الأشخاص من هؤلاء الذين فضلوا عدم الخروج يطبق عليهم موضوع الاعتقالات وموضوع السحب إلى الخدمة الإلزامية لزجهم في جبهات القتال مع الفصائل العسكرية في المناطق المحررة الأخرى. نعم، محمد عبد الرحمن مراسل أورينت نيوز من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك. وأكدت مجموعة من المقاتلين في الغوطة الشرقية لأورينت نيوز أن الحملة العسكرية والإبادة الجماعية التي مارستها ميليشيات النظام وحلفائه وضعتهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التهجير الذي فضلوه على مضض أو القبول بمصالحات مع النظام. البقاء على انه اساس؟ يعني على اساس انه هدنه ومصالحه؟ لا، صفت شو اسمه التهجير
افضل، لان نحن ما بنحسن نحط يعني ايدنا بايد النظام، نظام قتل الشعب، قتل ما يقل عن مليون شخص بسوريا من المسلم السني حصرا، نجي نحط ايدنا بايده بعد 8 سنوات قتال معه؟ لا، ما نحن كمان تهجير افضل، نحن ما بنعتبرها ما بنعتبرها تهجرنا، بنعتبر انفسنا كمجاهدين هجره في سبيل الله، بنروح بنقاتله هنيك. يعني هنا نضفنا بنروح بنقاتل هنيك، هذا النظام نظام ان كان ولا كان هنيك. هون الشباب المقاتلين المجاهدين صاروا قله، وهو خصم المدنيه وبده يهجرنا تهجير. احنا انفرض علينا خيارين اصعب من بعضهم، اللي هن يا تهجير يا بدك تصافح بشار الاسد او عناصره او تقعد معهم. فنحن فضلنا الخروج من هالبلد هاي، واللي صار نحن ما سقطت عسكريا المنطقه. النظام استخدم النابال، استخدم العنقودي، استخدم غاز الكلور، استخدم كيماوي، ما خلى طريقه يعني قصف ولا صواريخ يعني هو والروس وحلفائهم كلهم ما استخدموا بهالحمله هاي. وجبهاتنا لهلا صامده، بس نحن يعني نحن هلا هم مدينه عربين اليوم، الليله اللي مضت هي 80 قتيل بس حرق النابال. وفضلنا انه نطلع يعني يعني بكفي دماء، بكفي مشان هالاطفال اللي ضلت عنا، وقدر الله ما شاء فعل. ونحن ان شاء الله معنويات يعني ان شاء الله نحن املنا نرجع فاتحين ان شاء الله رب العالمين. إنسانياً، أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 66 ألف مدني فروا من الغوطة الشرقية خلال اليومين الماضيين، وتم نقلهم إلى ملاجئ جماعية. وقال ستيفان دوجوريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، قال إن الأمم المتحدة ليست مسؤولة عن إدارة الملاجئ التي يتم نقل النازحين إليها، إلا أنها قامت بالتعاون مع شركائها باستجابة سريعة شملت مواد غذائية ومستلزمات للمآوي والصرف الصحي والمياه النقية. وشدد دوجاريك على أن الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وأظهر تسجيل مصور عضو مجلس شعب النظام محمد قبند وهو يقوم بتوزيع المياه على المدنيين الخارجين من غوطة دمشق بطريقة مهينة، ويجبرهم على الهتاف لرئيس النظام بشار الأسد مقابل الحصول على عبوة مياه. ليس أصدق من التاريخ عندما يوثق، فقد قولوا يعيش بشار الأسد ولكم شربة ماء. سوريا منتصرة، قيادة تعيش بشار الأسد، قولوا. لا يكفي، ففي مدرسة آل الأسد للعبودية لابد أن تقولوا أكثر من ذلك، وإلا فمصيركم الجوع والعطش كما قتل آلاف منكم بالقصف والرعب. يلا الكل بنروح بالدبدبتك يا بشار. كم هو جميل مفهوم آل الأسد ومؤيديه للتحرير. اتركوا كل أهل بشار الأسد. وما بين عام الثورة 2011 وحتى 2018 يظهر عضو مجلس شعب النظام أي نخبة النظام محمد قبند ليؤكد حجم الكارثة في بقاء آل الأسد، بل وحجم الجريمة التي اشترك بها ما يسمى بالمجتمع الدولي ضد السوريين وثورتهم في قرن يفترض أنه 21. غير أن أخلاقيات مدرسة آل الأسد وشبيحته الشاذة لا تتوقف على هذا، فحتى قتل المدنيين وإبادة الغوطة الشرقية بات ضمن طقوس غاية في الانحراف عن السوية البشرية السليمة، وتحتاج بحسب قبند لطبل وزمر. والإعلام ضروري والطبل والزمر ضروري. اخصب يا جيش السوري على غوطة الشرقية، اخصب. المفارقة هنا كما يقول السوريون أن مسألة الثورة تجاوزت حدود مطالب الحرية والكرامة إلى خيارات إنسانية مصيرية لن تسمح للغالبية المضطهدة وضمن هذا السقوط الأخلاقي والتغني بالجرائم لقبول آل الأسد رغم السيطرة الشكلية على الأرض. يقصف مدينة دوما بمادة الفوسفور. السقوط الأخلاقي الذي أجاز لآل الأسد وشبيحته قتل آلاف المدنيين خلال أيام، وقصف وحرق من تبقى بآلاف أخرى من الغارات
هو ذاته الذي أجاز اتخاذ المدنيين دروعا بشرية. راقب السطح داخل زاروبة كله طلع فيه. أمن التوعية نعيدهم للسكة الصحيحة بالرغم أنه خسروا سنوات. وفيما يظهر بشار الأسد ليبشر أهالي الغوطة بالعودة إلى السكة الصحيحة، أي سكة قولوا يعيش بشار أو لكم القتل. تأتي طفلة من الغوطة لتعطي الأسد وشبيحته بكل عفوية درسا صغيرا في الحرية والإنسانية السليمة. واتجهت الدفعة الثانية والأخيرة من مهجري مدينة حرستا إلى الشمال السوري بعد أن اجتازت قلعة المضيق في ريف حماة، ليكتمل بالتالي تنفيذ أول اتفاق تهجير في الغوطة الشرقية. وتضمنت الدفعة الثانية قرابة 3000 شخص تم إخراجهم عبر 59 حافلة، ليصل بالتالي إجمالي الذين خرجوا في الدفعتين الأولى والثانية إلى قرابة 5000 شخص من المقاتلين وعائلاتهم ومن المدنيين الذين رفضوا التسوية مع النظام. الدفعة الثانية من مهجري مدينة حرستا الآن وصلوا إلى ساحة التبادل في قلعة المضيق، كما نلاحظ خلفي تماما بينهم نساء وأطفال. أعداد الحافلات التي وصلت إلى قلعة المضيق عن طريق المعبر وهي 57 حافلة تضم 3129 شخصا بينهم نساء وأطفال. من بين هؤلاء الأطفال أطفال خدج يحتاجون إلى رعاية صحية وطبية، 640 امرأة و 971 رجلا و 1029 طفلا، وبقية الأعداد وهي حالات مختلفة بينها إصابات تتحمل تأخير ومنها البعض الآخر تم نقلها باتجاه النقاط الطبية وباتجاه المشافي. العديد من النساء والأطفال هنا منهكين جدا يحتاجون إلى رعايات طبية. تقوم فرق الدفاع المدني والمنظمات الإغاثية بتقديم جميع الخدمات للمصابين من هؤلاء المهجرين. طبعا في ساحة الاستراحة هذه سيتم التبادل إلى حافلات أخرى بعد تقديم جميع الخدمات لهؤلاء المهجرين، ومن ثم سيتوجهون باتجاه ريف إدلب. سينقسم هؤلاء المهجرين، جزء منهم سيتوجه باتجاه الحدود السورية التركية والجزء الآخر إلى مخيمات ميزناز بريف حلب. نقوم بمساعدة أهلنا المهجرين من ريف دمشق ومن حرستا في هذه الدفعة القادمة الآن، ونؤمن لهم كافة الاحتياجات الطبية والحاجات الإغاثية والإسعافية الأولية، ونقوم مع باقي المنظمات في تأمين محتاجاتهم. بس حيفكر النظام انه طالعنا من الغوطه، بس باذن الله تعالى باذن الله تعالى حنرجع على الغوطه وفاتحين باذن الله. إذن تستمر حملة التهجير بحق المدنيين القادمين من مدينة حرستا باتجاه ريف حماة الغربي. جميل الحسن، أورينت نيوز، ريف حماة. ويبقى معنا جميل الحسن مراسل أورينت نيوز من ريف حماة. أهلا بك جميل. إذن أنت كنت متواجد لحظة وصول حافلات المهجرين من حرستا تحديدا، لو تنقل لنا كيف كانت أوضاعهم من مقاتلين ومدنيين أيضا. نعم ميرا، منذ ساعات وصلت حافلات مهجري مدينة حرستا التي يبلغ عددها 59 حافلة. طبعا الحافلات الفعلية وهي 57 واستكمال الحافلات الأخرى وهي للأمتعة، دخلوا عن طريق معبر قلعة المضيق ومن ثم توجهوا باتجاه ساحة الاستراحة داخل مدينة قلعة المضيق. في هذه الساحة نزل هؤلاء المهجرين. أعداد مهجري مدينة حرستا هي 3129 شخصا بينهم 640 امرأة و 1029 طفلا و 979 رجلا، طبعا رجال مدنيين. أما بالنسبة للعسكريين وهم 640 رجلا عسكريا وبينهم إصابات حرجة. طبعا من بين المدنيين أيضا توجد إصابات أخرى. أحد النقاط الطبية التي كانت متواجدة في محطة الاستراحة قامت بعلاج قرابة 125 حالة من المدنيين، منهم كانوا مصابين بحروق وإصابات بالطائرات التابعة للاحتلال الروسي، إصابات مختلفة بمختلف أنواع الأسلحة. أيضا كان من بين المهجرين أطفال خدج وأطفال بمختلف الأعمار. قامت المنظمات الإغاثية وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بنقل المصابين باتجاه المشافي وبتقديم السلل الإغاثية وحليب
الأطفال، وأيضا قام بعض المدنيين من أهالي مدينة قلعة المضيق بالمساهمة في تقديم هذه الخدمات والمساعدات، كل ما لديهم وكل ما يتواجد لديهم في منازلهم قاموا بتقديمه إلى هؤلاء المهجرين، كون أن الكثير منهم خرج بنفسه دون أي أمتعة أو دون أي أمتعة يصطحبها معه. منذ ساعتين تقريبا انطلقت هذه الحافلات، حافلات التبادل، صعد إليها المهجرين وانطلقوا باتجاه ريف إدلب. هذه الحافلات سوف تنقسم إلى نصفين، نصف منهم سوف يتوجه إلى الحدود السورية التركية بالقرب من عقربات التي هي على الحدود السورية التركية، والجزء الآخر باتجاه مخيمات ميزناز، وهي سيتواجدون في ميزناز بشكل مؤقت ريثما يتم تأمين لهم مكان آخر، كون أصبحت الأعداد كبيرة جدا في مخيمات ميزناز. إليك ميرا. شكرا لك جميل الحسن، مراسل أورينت نيوز من ريف حما. في تطورات أخرى، قتل 7 أشخاص وجرح أكثر من 25 آخرين في حصيلة أولية بانفجار قرب مبنى المحافظة وسط مدينة إدلب. وقال الدفاع المدني في تصريح لأورينت نيوز إن الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة كانت مركونة في المكان، لافتا إلى أن الحصيلة الأولية للتفجير هي 7 قتلى وعشرات الجرحى حتى اللحظة، وبأن العدد مرشح للزيادة. نحن الآن في مدينة إدلب وتحديدا في حي القصور من أمام مبنى المحافظة تماما. انفجرت هنا سيارة مفخخة بحسب المصادر الأمنية في المدينة، سببت أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة. كما نشاهد الآن بعدسة الكاميرا هذا المكان الذي انفجرت به السيارة المفخخة، مخلفة أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. نشاهد هنا حجم الدمار الحاصل في الأبنية السكنية جراء تعرضها لأضرار كبيرة من انفجار هذه السيارة في هذا الحي السكني. والله المشفى صراحة تأزى كتير، يعني كان في أضرار كتير كبيرة، أضرار مادية، خزن الأدوية، دمار حتى بالعيادات الخارجية، في دمار غرف وأحجار، يعني أبواب شبابيك ما ضل شيء، يعني صراحة يعني دمار هائل. العيادات الخارجية خرجت عن الخدمة، قسم الأطفال خرج عن الخدمة، يعني حاليا قسم الإسعاف شغال، قسم العمليات شغال، ولكن يعني في دمار جزئي. يعني نحن موظفين عاملين في الشؤون الاجتماعي، قاعدين ما سمعنا إلا صار هالانفجار، طلعنا نركض برا المديرية فشفنا ناس جرحى وفي ناس شهداء، يعني سألنا شو القصة، قال لي أخي تفجير، فالناس بتقول سيارة، ناس ما حد بيعرف، دمار كبير وخربان الدنيا وما بنعرف، والله يلطف. أضرار كبيرة تعرضت لها العيادات الداخلية التخصصية في محافظة إدلب جراء انفجار سيارة مفخخة بحسب المصادر الأمنية. بحسب فرق الدفاع المدني أيضا والطواقم الإسعافية 7 شهداء حتى اللحظة و25 جريحا، ومن المرجح كثيرا ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من ذلك. أنس الريسي، أورينت نيوز، مدينة إدلب. أود التنويه إلى هذا الخبر العاجل فيما يخص الغوطة الشرقية. بحسب المتحدث باسم فيلق الرحمن الذي يقول بأنه لا ثقة بضمانات روسية بشأن أمن من يرغب بالبقاء في الغوطة. أما حول آخر التطورات من إدلب، ينضم إلينا محمد الفيصل مراسلنا من هناك. أهلا بك محمد. إذن هل من أي معلومات جديدة تكشفت حول التفجير الذي وقع قرب مبنى المحافظة، وإن كان هناك أي جهة تبنت مسؤولية هذه العملية أو هذا التفجير؟ نعم ميرا، حتى الآن لم تتبنى أي جهة عملية تفجير السيارة المفخخة في مدينة إدلب. الانفجار حدث ظهر اليوم أو قبل ظهر اليوم في مركز مدينة إدلب أو في حي القصور السكني، والذي يتواجد فيه عدد من الأبنية الخدمية مثل مبنى المحافظة، المشفى الوطني وغيرها من هذه المباني. يعتبر هذا المكان تجمعا للمباني الخدمية، بالإضافة لأنه حي سكني مكتظ بالمدنيين. الانفجار أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، أكثر من 7 شهداء من المدنيين حتى اللحظة و25 مصاب بحسب فرق الدفاع المدني التي صرحت بهذه المعلومات، وأن العدد قابل للزيادة. طبعا هناك رواية ضعيفة تقول بأن الانفجار هو ناتج عن استهداف المكان من طائرة، حيث أن المكان أجواء محافظة إدلب كان
كانت تشهد تحليق لطائرة استطلاع. تقول بعض المصادر بأن الطائرة هي من قامت بتنفيذ غارة على هذا المكان، ولكن هذه الرواية ضعيفة. والرواية الأخرى بحسب أو الأقوى بحسب المصادر الأمنية في المدينة بأن ما حدث هو انفجار سيارة مفخخة. هذا الانفجار أيضا أسفر عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات والمباني والعيادات الخارجية في مدينة إدلب وإصابة مراجعين داخل هذه العيادات ومرضى. طيب محمد، بالنسبة للموقع الذي وقع فيه التفجير، ما هي أهميته وماذا يتواجد فيه ليتم استهدافه؟ الموقع مدني تماما، يتواجد فيه كما ذكرت الأبنية الخدمية فقط التي يداوم فيها الموظفون، مثل مبنى المحافظة، مبنى الخدمات وغيرها من هذه المباني، المشفى الوطني، العيادات الخارجية، كلها أماكن خدمية تم التفجير وسطها تقريبا أو في أمام مبنى المحافظة. هنا أيضا يوجد دوار رئيسي في المدينة، المنطقة أيضا مكتظة في المدنيين حقيقة. يعني ما يبدو من خلال هذا التفجير يمكننا قراءة أن من قام بهذا التفجير يحاول قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين وإثارة حالة من البلبلة والرعب بين الأهالي، خاصة أن مدينة إدلب تعتبر من أكثر المدن أو المناطق اكتظاظا في السكان في الشمال السوري، حيث أنه قصدها الكثير من النازحين أو المهجرين، خاصة من مناطق دمشق وريف دمشق ومناطق حمص وغيرها من هذه المناطق، معظمهم يقيمون في مدينة إدلب. ما يبدو أن القصد هو قتل عدد من المدنيين وإثارة الرعب بين المدنيين في المدينة. نعم. طيب محمد، بما أنه نتحدث عن المهجرين، ماذا عن المهجرين الذين وصلوا من حرستة تحديدا؟ كيف تم استقبالهم وكيف تتم عملية توزيعهم ما بين مدنيين ومقاتلين؟ نعم ميرا، وصل حتى اللحظة إلى الشمال السوري حوالي 3200 مهجر من مدينة حرستة أو من منطقة حرستة إلى الشمال السوري، بينهم حوالي 1000 رجل، 600 امرأة، 1000 طفل، ومصابين ومقاتلين. تم توزيعهم على مخيمات ساعد في ريف إدلب ومخيم ميزناز في ريف حلب الغربي الجنوبي. أيضا تم نقل بعض العوائل، وسيتم نقل عدد كبير من العوائل إلى مخيمات الشمال السوري نتيجة عدم اتساع مخيمات ميزناز وساعد وامتلائها بشكل كامل بالمهجرين. طبعا قامت الجمعيات والمنظمات العاملة في المجال الخدمي والإنساني هنا في الشمال السوري بتجهيز غرفة عمليات استقبال هؤلاء النازحين لإدارة عمليات استقبالهم. تم تجهيز مطبخ ميداني، تم تجهيز عيادات متنقلة، تم تجهيز حافلات الخدمة أو سيارات للخدمة، سيارات إسعاف، كل ما يحتاجه المهجرون كحالة إسعافية تم تجهيزها في الوقت الحالي، ويتم توزيعهم على المخيمات وعلى دور السكن التي أو المناطق السكنية التي تم تجهيزها، بالإضافة أيضا إلى قيام أهالي المناطق والبلدات في محافظة إدلب بتجهيز منازل، تفريغ بعض المنازل وتجهيزها للأهالي المهجرين من ريف دمشق في محاولة استيعاب هذه العوائل في كافة محافظة إدلب. يعني هو يظهر نوع من التكاتف بين أبناء الشعب السوري دعينا نسميه، وانتظارهم للقادمين من ريف دمشق، كما شاهدنا في منطقة قلعة المضيق الكثير أيضا من الأهالي قاموا بمساعدة الفرق الخدمية والمساعدة من حيث إحضار الطعام والخبز وغيرها من هذه الأمور للأهالي المهجرين الذين أنهكهم الحصار والتهجير بينما وصلوا إلى الشمال السوري. نعم محمد الفيصل، مراسلنا من ريف إدلب، شكرا جزيلا لك. في الأثناء، دعت منظمة اليونسف إلى تجنيب أطفال إدلب الأهوال التي عاشها أطفال الغوطة الشرقية ومناطق أخرى في سوريا. وكشفت المنظمة في تقرير لها أن أكثر من مليون طفل سوري يعيشون في محافظة إدلب وسط تصعيد للعنف والهجمات، مشددة أن حماية الأطفال أمر غير قابل للتفاوض. بعد العجز الكامل الذي أصاب مؤسسات المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة خاصة تجاه ما يجري في سوريا، جيل كامل من الأطفال السوريين لم يعرف إلا قصف نظام الأسد وحصاره.
دعوة جديدة لمنظمة اليونيسف للأطراف الفاعلة على الأرض لتجنيب الأطفال في محافظة إدلب لأهوال الحرب التي شهدها الأطفال بالغوطة الشرقية ومناطق أخرى في سوريا. خيرت كبلاري المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف قال إن الحرب على الأطفال في سوريا تستمر بلا هوادة أو رحمة، وأشار أن مليون طفل في مختلف أنحاء إدلب يعيشون وسط تصعيد للعنف وللهجمات. كبلاري ذكر بأنه حتى الملاجئ لم تعد آمنة في بلد مزقته الحرب، مشيرا إلى أن أحد المدارس التي تدعمها اليونيسف في محافظة إدلب تعرضت لهجوم، ما دفع الأطفال للهروب إلى ملجأ قريب، لكن الملجأ تعرض لهجوم ما تسبب بمقتل 17 طفلا، وهو ما حدث في بلدة كفر بطيخ بريف إدلب والتي تعرضت لقصف بالطيران الروسي، وهو الأمر الذي لم تجري المنظمة على ذكره. اليونيسف ذكرت أن الأطراف المقاتلة في سوريا ومن يتمتعون بنفوذ عليها تجاهلوا منذ اليوم الأول للنزاع كل القواعد والقوانين التي تهدف لحماية الأطفال، واعتبرت أن الهجمات على الأطفال والبنية التحتية المدنية هي انتهاك لقوانين الحرب الأساسية، وشددت المنظمة على أن حماية الأطفال في جميع الظروف هي أمر غير قابل للتفاوض، ولا يمكن للحرب على الأطفال والإنسانية أن تصبح أمراً بديهياً أو طبيعياً. واختتم كبلاري بيانه بأن الأطفال سوف يحاسبوننا عاجلاً أو آجلاً، وسوف يعتبرون الجميع مسؤولين إن لم توقف الحرب عليهم. بيان اليونيسف لم يكن الأول من نوعه، حيث كانت المنظمة قد أصدرت بياناً خالياً من الكلمات للتعبير عن غضبها لمقتل الأطفال بالغوطة الشرقية، ولكن طائرات نظام الأسد وروسيا لا تعرف للنداءات الإنسانية أي استجابة. الجولة مستمرة وتتابعون فيها أيضا. تركيا تعلن الاقتراب من السيطرة على كامل عفرين. مرحبا، أنا شادي محمد، مسؤول قسم الأرشيف المكتبة في قناة أورينت. مهمة قسم الأرشيف هو حفظ المواد سواء يلي بتوصلنا من مكاتبنا في الخارج أو اللي بتم إنجازها داخل مكان العمل، وطبعا هذا الشيء بيتم من خلال توثيق المواد إلكترونيا بعناوين وبالمكان وبالزمان وأسماء الشخصيات الواردة في العمل. والحقيقة نحن شغلنا كتير كتير ممتع باعتبار من شاهد كل ما يعرض على الشاشة، وممكن لأي شخص من خلال دورة مكثفة يشتغل بهالمهنة. كيف يمكن مواجهة النفوذ الإيراني في العراق؟ يجب على السعودية أن تبحث عن رجل لا تستطيع إيران أن تستعمله ضد السعودية. وما مدى قدرة حكومة العبادي على مواجهته؟ لا تختارون العبادي وتدعموه لأنه ظنا منكم أن هذا الرجل هو القادر على مواجهة نفوذ إيران في العراق. وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه العرب مجددا لإنقاذ العراق؟ ما موقف الحكومة العراقية من الموضوع، خاصة أنه في قرارات دولية وقرارات عربية تدعو؟ يا حكومة من. النائب والسياسي العراقي عزة الشابندر في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية على أورينت نيوز. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس أركان الجيش التركي خلوص أكار أن الجيشين التركي والسوري الحر اقتربا من إحكام السيطرة على كامل عفرين. وقال أكار إن بضعة قرى في عفرين تفصل قوات غصن الزيتون، وبعدها تكون قد وصلت حتى أطراف حلب عند بلدتي نبل والزهراء، وتكون بذلك قد أحكمت السيطرة على عفرين كاملة. وسيطرت قوات غصن الزيتون على 4 قرى بناحية جندارس بريف عفرين الجنوبي ضمن العملية التي أطلقها الجيش التركي والفصائل ضد الوحدات الكردية في المنطقة.
وأعلنت غصن الزيتون أنها سيطرت على قرى فافرتين وبرجكة وكباشين وبرجها جنوب عفرين بعد معارك مع الوحدات الكردية. وكانت قوات غصن الزيتون قد سيطرت في وقت سابق على قرى باعي وباصوفان وكفر نبو وبرج حيدر، مشيرة إلى أنها أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الوحدات الكردية. ينضم إلينا المقدم محمد الحمادين الناطق باسم الجيش الوطني السوري من محيط عفرين، أهلا بك معنا. وأبدأ معك بقراءة عسكرية حول عملية غصن الزيتون وأهمية ما تمت السيطرة عليه مؤخرا من الجيش التركي والفصائل العسكرية. بداية مساء الخير لك والسادة المشاهدين. مساء النور. نعم، عملية غصن الزيتون مستمرة بحتى تأمين إن شاء الله كافة المنطقة وتطهيرها من تنظيم PKK. وكما ذكرت في التقرير أنه تم السيطرة في اليومين الأخيرين تقريبا على حوالي 7 قرى، هي باصوفان وبرج حيدر وكباشين إلى ما هنالك، وبذلك يكون قد أمننا مدينة عفرين بشكل كامل من وطهرنا المنطقة من تنظيم PKK، واقتربنا من مدينتي نبل والزهراء، واصبحت المواجهه حقيقه في اليومين الاخيرين مع القوات المواليه للنظام في نبل والزهراء الداعمه لتنظيم PKK الارهابي. يعني سمعنا تصريحات تركية بأنه سوف تتم السيطرة على كامل عفرين قريبا، وبالتالي ما الذي تبقى؟ طبعا المقصود بكلمة عفرين هي لا تعني مدينة عفرين فقط، هنالك مناطق متصلة كانت تسيطر عليها قوات PKK مشمولة بتل رفعت ودير جمال ومنق، فهذه المنطقة كلها مقصود بها هي عفرين. ولكن هذه المناطق يعني لم تشهد أي عمليات عسكرية منذ بداية عملية غصن الزيتون، وبالتالي هل سيتم التوجه إليها الآن؟ إن شاء الله في القريب سوف يتم التوجه، وهناك تفاهمات روسية تركية حول هذه المناطق، لكن إن شاء الله سوف يكون عمل عسكري على هذه المناطق أو تسليمها بشكل سلمي ليعودوا إليها أهلها المهجرين الذين تم تهجيرهم من قرابة سنتين. طب بالنسبة لعناصر الوحدات الكردية حتى الآن، هل انسحبت بالكامل من عفرين أم أن لها تواجد في المدينة وربما بمحيطها أيضا؟ في المدينة لدينا أنباء أن هناك خلايا نائمة يتم البحث عنها، وحقيقة نحن نقوم بشكل يومي بالقبض على عناصر يتبعون لتنظيم PKK يختبئون في المنازل وبين المدنيين. أيضا لا زالت هناك قوات في قرية الزيارة والخريبة، هذه القريبة من نبل والزهراء، تقاتل جنبا إلى جنب مع قوات الموالية للنظام، والحمد لله التقدم مستمر باتجاه هذه القرى إن شاء الله، وإن شاء الله سوف يتم السيطرة عليها بالكامل. كل منطقة يتواجد فيها تنظيم PKK سوف نسيطر عليها ونطهر هذه المنطقة من براثن هذا التنظيم. طب نتوقف حول أوضاع المدنيين والأهالي والنازحين في عفرين، كيف يتم التعامل معهم وخصوصا بأن هناك نازحين الآن بدأوا بالعودة إلى عفرين، وهناك من حاول العودة ولكن عناصر الوحدات الكردية منعتهم؟ نعم أختي الكريمة، حقيقة عفرين لم ينزح جميع أهل عفرين من المنطقة سواء كانت بالمدينة نفسها أو النواحي والقرى التي حولها، لكن كان هناك حركة نزوح من عفرين باتجاه المناطق نبل والزهراء الخريبة الزيارة، هذه المناطق. والآن منذ تحرير عفرين منذ اليوم الأول وعصرا أنا كنت في عفرين وشاهدت قوافل النازحين تعود إلى بيوتهم وقراهم في مدينة عفرين ومحيطها، ولا زال هناك عودة للنازحين ونحن نقوم بتأمينهم بقدر ما نستطيع من أجل عودتهم وتأمينهم في بيوتهم، لكن هناك حاجز تسيطر عليه ميليشيا PKK مع قوات النظام وقوات الموالية للنظام تمنع النازحين من العودة، وتبث إشاعات أنه نحن من نمنع عودة المدنيين إلى بيوتهم، لكنهم كذبوا بهذا الكلام ونحن نستقبل. وأنا اليوم كنت في عفرين وشاهدت قوافل من المدنيين تعود إلى مدينة عفرين بالذات. نعم، أنا أشكر وجودك معنا المقدم محمد الحمادين الناطق باسم الجيش الوطني السوري من محيط عفرين، شكرا جزيلا لك. أهلا.
بدأ مقاتلي الجيش الحر العمل على قرية باسوفان وقرية باعي وقرية برج حيدر وقرية كفر نبو. تمكن مقاتلي الجيش الحر من السيطرة على 4 قرى بشكل كامل بعد اشتباكات مع مقاتلي وحدة حماية الشعب، والآن أصبحنا على مسافة ما يقارب 5 كيلومتر على مشارف منطقة النظام نبل والزهراء. بعد سيطرة الفصائل المقاتلة على بلدتي باصوفان وبرج حيدر بريف عفرين الجنوبي، أصبحوا على مسافة 5 كيلومترات فقط عن بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي. عمار جابر، أورينت نيوز، جنوب عفرين. شنت هيئة تحرير الشام هجوما جديدا بريف حلب الغربي في محاولة للسيطرة على 3 قرى تخضع لسيطرة جبهة تحرير سوريا. وقالت مصادر ميدانية إن اشتباكات عنيفة تجري بين الطرفين في المنطقة وسط أنباء عن تقدم للهيئة في قريتي بلنتا ومكيلبس، فيما تمكنت تحرير سوريا من تدمير دبابة وعدة آليات للهيئة في اشتباكات متواصلة على أطراف جمعية الرحال. وتأتي الاشتباكات بين الطرفين بعد فشل اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة، حيث تسعى الهيئة لفرض سيطرتها على كامل الريف الغربي لحلب بالتزامن مع مظاهرات شعبية رافضة لتواجدها. في موضوع آخر، زارت لجنة تحقيق أممية بلدة المنصورة غرب الرقة لأخذ عينات وأدلة من مدرسة ارتكبت فيها طائرات التحالف مجزرة. وقالت مصادر محلية إن اللجنة المؤلفة من 14 شخصا رافقها رتل أمريكي، إضافة لعناصر من ميليشيات قسد، مضيفة أن اللجنة التقطت صورا من المدرسة وأخذت عينات من الموقع وأجرت مقابلات مع الأهالي. وكانت طائرات التحالف الدولي استهدفت مدرسة البادية في البلدة يوم 21 آذار 2017 أثناء خضوعها لسيطرة تنظيم داعش، ما أدى لمقتل نحو 23 مدنيا معظمهم نساء وأطفال وجرح أكثر من 50 آخرين. أرحب بأحمد شبلي المختص بتوثيق الجرائم في الرقة من غازي عنتاب، أهلا بك معنا. إذا الآن، لماذا بعد مرور سنة على ارتكاب التحالف الدولي مجزرة في بلدة المنصورة يتم إرسال لجنة أممية للتحقيق وتقوم بجمع عينة وأدلة بعد مرور كل هذا الوقت؟ تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمجزرة كما ذكرتم بتاريخ 21 مارس 2017، والمنصورة سيطرت عليها قوات قسد بالشهر السادس في منتصف السادس من عام 2017، ولم تأتي أي لجنة في بعد هذه المدة، يعني تقريبا 7 أشهر لم تأتي أي لجنة إلى مجزرة المنصورة بالبادية. طبعا لجنة التحقيق الذي دخلت إلى المنصورة، إلى مجزرة المنصورة، إلى منطقة المنصورة، دخلت وأجرت لقاءات مع 12 شخص من كانوا من كانوا متواجدين داخل المجزرة، طبعا بينهم طفل رضيع ومن بينهم 4 نساء و6 أطفال، ويوجد من بين الذين خرجوا من المجزرة شباب ونساء أطرافهم مقطوعة، ويوجد من بينهم حروق. المجزرة كانت مجزرة كبيرة، طبعا 150 شهيد قالت لجنة التحقيق بأنها وثقت 150 شهيد. طبعا يوجد 8 عائلات في المجزرة هم من أهالي مدينة تدمر، عائلة خالد حسن القاضي وعائلته بأكملها، عائلة محمد جمعة الحديد. طيب أحمد، يعني نتحدث عن مجزرة تم ارتكابها منذ عام، يعني وبالتالي يعني هل تبقى أي من آثار ليتم على أساسها توجيه أي إدانة، أم هناك أي عينات يمكن الاعتماد عليها في عمليات التوثيق والتحري؟ تمام، قالت اللجنة الدولية الخاصة بسوريا بأنها أجرت لقاءات، وقالت بأنها أجرت لقاءات مع من كانوا بالمجزرة، ولكن أستاذة ميرا تبعتها ثاني يوم مجزرة الحي الثاني في مدينة الطبقة 150 شهيد ثاني يوم 22 مارس. نحن لماذا نتكلم عن مجزرة ذهبت منذ عام ولا نتكلم عن 100 مجزرة
في الرقة والطبقة. نعم. 100 مزرعة ذهب ضحيتها 140 عائلة موثقين بالاسم موجودين. مزرعة التوسعية بالرقة، سوف أتيك بس أعطيني وقت مشان أشرح لك الأمور ليش إنه مزرعة البادية بأقل من دقيقة لو سمحت ولم يذهبوا إلى مزرعة. تفضل بأقل من دقيقة. ما تمام، لماذا ذهبوا إلى مزرعة البادية وقالوا ألقينا لقاءات مع من كانوا في المزرعة من نساء وأطفال ونسوا مزرعة الطبقة؟ مزرت فرن الحي الثاني في تاريخ 22 مارس 2017، 150 شهيد مدني مع صالة نت ذهبت مسيحات بأكملها. مزرت التوسعية بالرقة، مزرت رطلة، مزرت البارودة، مزرت المنصورة، مزرت هنيدة، مزرت قديران، مزرت المغسلة، مزرت دوار العجراوي في الطبقة، مزرت شارع فلسطين بالطبقة، مزرت ميسلون، مزرت الحي الثاني، مزرت الحي الثالث الرقة، مزرت حارة البدو 150 شهيد، مزرت شارع بن هشام بن عبد الملك 150 شهيد، مزرت بين ضفتي نهر الفرات 130 شهيد بينهم 20 عائلة، مزرت التوسعية النهضة، مزرت المرور، مزرت حارة البدو، مزرت الملعب الأسود، مزرت يعني أحمد شارع القطار، مزرت شارع يعني الهير. نتحدث عن عدد كبير يعني من المجازر، وفيما يبدو بأن هناك مماطلة للوقت وفي ضوء أيضا الاتهامات المتبادلة ما بين الجانب الروسي والأمريكي. على كل سأعتذر منك، انتهى وقت المخصص، وأشكرك جزيل الشكر أحمد شبلي المختص بتوثيق الجرائم في الرقة من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام جولة الميدان وإلى العناوين. قتل وجرح في غارات جديدة على دوما بالتزامن مع هجمات برية للنظام على محاور المزارع ومسرابة. الدفعة الأخيرة من مهجري حرستا تتجه إلى الشمال السوري، واتفاق القطاع الأوسط يدخل حيز التنفيذ اليوم. 7 قتلى في انفجار سيارة مفخخة وسط إدلب، ومطلب أممي بتجنيب 1 مليون طفل بالمحافظة ويلات الحرب. أشكركم على حسن المتابعة، للمزيد زوروا موقعنا orientationnews.net. إلى اللقاء.